دمشق استهدف إرهابيون حافلة نقل تابعة لمركز البحوث العلمية، استهدفوها بقذيفة هاون ما أدى لاستشهاد عدد من الموظفين في المركز وإصابة آخرين. لم يكن صاحب هذه المحفظة وزملاؤه على علم بما خبأت لهم يد الإرهاب من إجرام. قذيفة هاون أصابت حافلة نقل لموظفين في مركز البحوث العلمية بدمشق أثناء توجههم لأداء واجبهم الوظيفي كالمعتاد، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى. رحنا راكبين بآخر الباص، إجت القذيفة بأول باص من فوق، وقت اللي نزلت القذيفة انفجرت القذيفة وتم إسعاف المدني كلهم هدول الموجودين بالباص، وجايين عندهم كل المدني هدول تم اسعافهم على المشفى وفي اشلاء. يعني بالنهايه يعني هي منشاه مدنيه، لمصلحه مين هالشغل هذا؟ يعني هالاجرام هذا لمصلحه مين؟ الجرحى والمصابون نقلوا الى مشفى ابن النفيس على الفور، حيث تم استقبالهم من قبل المشفى وتقديم الخدمات العلاجيه والطبيه اللازمه لهم. والله رايحين على الوظيفه بشكل عادي، يعني وصلنا على الباب الرئيسي للوظيفة، طلع الضوء ما عاد شفت شيء، واسعفونا على المستشفى هون. كان والدي جنبي هلا هو بالمستهد، جيت بدي احمله ما قدرت، ايدي كثير تضررت واجري. الموظفين زملائنا اجوا اسعفونا، يعني ما قصروا. وردنا على مشفى ابن النفيس حوالي 29 إصابة بأزية انفجارية، الكل متعرض لشظايا متعددة بأنحاء متفرقة من الجسم، متنوعة الإصابات ما بين متوسطة لشديدة، البعض فارق الحياة واستشهد على الفور، وحوالي 6 شهداء كان عندنا، باقي الإصابات تحولت على العمليات مباشرة وتم التداخل الجراحي المناسب بكافة الاختصاصات، سواء جراحة الأوعية أو جراحة العامة أو جراحة العظمية. لا ينفك الإرهاب يوميا من استهداف كوادر الوطن وطاقاته، محاولا بذلك إضعاف قدرة سوريا التي يبرهن أبناؤها دائما أن لا سبيل لنا إلا الانتصار مهما طال الزمن.